الموجز من كاب 24. أهلا بكم. أهبت وزارة التجهيز والماء اليوم الخميس بجميع مستعملي الطرق وطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع هبوب رياح قوية وتساقطات ثلجية ومطرية بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس وغدا الجمعة. أوضح بلغ للوزارة أنه على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع هبوب رياح قوية بكل من أقاليم توريرت وبركان والناظور وقرسيف وفيقيق جرادة ودريوش وصفرو وبولمان تازة والقنيطرة وورزازات ميدلت وتنغير وتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر بأقاليم إفران وبولمان وقرسيف وتازة وصفرو وميدلت ونزول أمطار قوية بكل من أقاليم العرائش وطنجة أصيلة ووزان وتطوان وسيدي قاسم والقنيطرة ابتداء من ليلة يومه الخميس وإلى غاية يوم الجمعة. فإن وزارة التجهيز والماء تهيب بجميع مستعملي الطرق وطرق السيارة توخي المزيد من الحيطة والحذر نظرا لانخفاض الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية. نظم المئات من رجال ونساء التعليم اليوم الخميس مسيرة احتجاجية بشوارع الرباط ضد النظام الأساسي الجديد، وشارك في المسيرة عدد من الأساتذة الرافضين لمقتضيات القانون الأساسي لموظفي قطاع التعليم الذين حملوا شعارات مطالبة بسحب القانون المذكور وتحسين وضعية الرجال ونساء التعليم. الشغيلة التعليمية رفعت شعارات قاسية وحادة في حق النقابات وفي حق الوزارة الوصية والحكومة والدولة المغربية، إعلانا للفشل الذي طبع تدبير ملف التعليم والبلوكاج الذي عمى القطاع بشكل غير مسبوق الذي أفضى إلى احتقان عارم في القطاع الحيوي والاستراتيجي منذ المصادقة على النظام الأساسي. أعلن مكتب وصرف عن أنه تطبيق لمقتضيات المادة الثامنة من قانون المالية برسم سنة 2024 تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستدخل حيز تطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 من دجنبر من السنة الجارية. أفاد المكتب في بلاغ بأن العملية تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب الذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل الفاتح من يناير. المصدر ذاته أوضح أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم بدون الكشف عن هويتهم إلى البنك الذي يختارونه وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل مكتب الصرف، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقا لأحكام القانون قانون المالية لسنة 2024. إذ اضطر ضابط أمن يعمل بمنطقة أمن زقان لاستخدام سلاحه الوظيفي مساء أمس الأربعاء، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف قاصر كان في حالة تخدير واندفاع قوية، هدد سلامة المواطنين وعرض أحد عناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال سلاح الأبيض. وذكر مصدر أمني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة ويتحوز سلاحا أبيضا من الحجم الكبير أحدث بسببها حالة من الفوضى وهدد سلامة المواطنين بساحة تشيرة بمدينة إنزقان قبل أن يعمد إلى تعريض أحد عناصر الشرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض. أضاف المصدر ذاته أنه أمام خطورة هذا الاعتداء اضطر ضابط أمن لاستعمال سلاحه الوظيفي وأطلق عيرة نارية أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى وهو ما مكن من تحييد الخطر الناجم عنه وضبطه فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء. أخيرا أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم الخميس رفع قيمة الجوائز المالية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المرتقبة في دولة الكوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 13 من يناير وال11 من فبراير 2024. واستنادا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فقد تقرر رفع قيمة الجوائز المالية بنسبة 40% وبالتالي سيحصل المنتخب المتوج باللقب على جائزة قيمتها 7 ملايين دولار أمريكي على أن يحصل المنتخب الوصيف على جائزة قيمتها 4 ملايين دولار. وقال الاتحاد الإفريقي أن المتأهلين إلى دور نصف النهائي سيحصلون على مبلغ 2.5 مليون دولار بينما يحصل كل فريق بلغ دور ربع النهائي على جائزة قيمتها 1.3 مليون دولار أمريكي.